ولو رجعنا لتاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام هنلاقي ان هم اتقابلوا في 31 مباراه، 29 مباراه في الدوري ومباراتين في الكاس. حصل فيهم ايه؟ استطاع الاهلي الفوز في 25 مباراه واتعادل في 6 مواجهات، وطبعا لم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز على النادي الاهلي في اي مناسبه. كمان الاهلي سجل 63 هدف في طلائع الجيش، بينما سجل المنافس 15 هدف فقط في شباك النادي الاهلي. ففي فروقات كبيره، ولكن طبعا ده ما ينفيش وما يمنعش باي حال من الاحوال ان احنا النهارده ان شاء الله بصدد مباراه مهمه جدا، مباراه بطوله، بنتمنى للنادي الاهلي من خلالها كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.